جدد حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، مع الحلقة 18 من سلسلة جدد حياتك. الإنسان الذي يريد تجديد حياته لابد أن يعلم أن التخطيط من أهم أسرار التجديد، وأن التخطيط سر مهم من أسرار التغيير الإيجابي والنجاح في الحياة، بل هو أيضا ضرورة من ضروريات الحياة للإنسان. لا يمكن للإنسان أن يتغلب بإذن الله عز وجل على المجهول وما يتعلق به من متغيرات وتقلبات في ظروف البيئة التي نعيش فيها بدون خطة. العمل بدون خطة والحياة بدون خطة تصبح ضربا من العبث ومضيعة للوقت، التعم الفوضى والارتجالية، ويصبح الوصول إلى الهدف بعيد الملل. وصدق من قال: من لم يخطط للنجاح فهو يخطط للفشل. وهذه المقولة كما تنطبق على حياة الدول والشركات والأسر والجمعيات تنطبق أيضا على حياة الأفراد. التخطيط عبارة عن عملية ذهنية منظمة لاختيار الوسائل الممكنة لتحقيق أهداف محددة. يرى الدكتور المطيري حفظه الله أن التخطيط الإسلامي هو التفكير والتدبر بشكل فردي وجماعي في أداء عمل مستقبلي مشروع، مع ربط ذلك بمشيئة الله عز وجل، ثم بذل الأسباب المشروعة في تحقيقه مع كامل التوكل والإيمان بالغيب فيما قضى الله وقدره على النتائج. إذن إذا أدركنا أهمية التخطيط، قد يقول قائل: هل هناك وسائل وأدوات تعينني على التخطيط؟ نعم، إذا أردت أن تخطط فعليك أن ترسم خطة تتصف بهذه الصفات. الصفة الأولى الواقعية، أي خطة ناجحة لا بد أن تتناسب مع الإمكانيات المتاحة لك والتي تتوافق مع أهدافك. الصفة الثانية الشمولية، أي خطة إذا أردت أن تكون ناجحة بإذن الله لا بد أن تشمل جميع الموارد المتاحة لتنفيذها. الصفة الثالثة المرونة، الخطة ليست شيئا مقدسا، إنما هي خطة لا بد أن تضيف عليها بعض التعديلات، فلا بد أن تكون مرنة لمواجهة أي ظرف طارئ خلال سير العملية، حتى لا يكون هذا الطارئ سببا في فشل الخطة أو إعاقة تقدمها. أيضا صفة أخرى مهمة، الصفة الرابعة الاستمرارية، الخطة الناجحة هي التي تربط بين جميع عمليات التخطيط المجزأة وتعمل على استمراريتها أطول فترة ممكنة حتى تصل إلى هدفك بإذن الله عز وجل. وأخيرا الإلزام، كل هذه الصفات والخصائص لا قيمة لها إذا لم يلتزم صاحبها بتنفيذها. إذا لم يكن هناك انضباط والتزام من المنفذ بالخطة فلن تسأل على نتائج هذه الخطة. أيضا ممكن أن نضيف المشاركة، إذا كانت الخطة تشمل مجموعة من الأفراد لا بد من تعبئتهم وتحفيزهم ومشاركتهم جميعا حتى يقوم كل فرد بعمله ضمانا لنجاح الخطة واستمراريتها. ولنا في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أروع خطة وأروع تخطيط في هذه الحياة. كيف كانت خطة النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة من مكة إلى المدينة؟ أول عنصر اتباع السرية الكاملة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر إلا أبا بكر وعلي بن أبي طالب، ولم يتم إبلاغهما بالخطة إلا قبل تنفيذها مباشرة. أيضا نوم علي بن أبي طالب في فراش الرسول عليه الصلاة والسلام، وإيهام قريش بأن الرسول لا يزال في فراشه، ولهذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الوقت المناسب، خرج في أول الليل تجنبا للحصار الذي قد يفرضه المشركون حتما على البيت. أيضا اختار النبي عليه الصلاة والسلام المكان المناسب، فكان الذهاب إلى غار ثور في جنوب مكة، وهو غار غير مأهول في جبل شامخ وعر الطريق صعب المرتقى، وسيبقى النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه في الغار مدة 3 أيام. لماذا؟ حتى يفقد أهل قريش الأمل في العثور عليهما،
فيكون ذلك أدعى لأمانهما، وسوف يتركان الراحلتين مع الدليل عبد الله بن أريقط على أن يقابلهما عند الغار بعد الأيام الثلاث. بعد ذلك اتجه النبي عليه الصلاة والسلام مع الصديق في أول الهجرة إلى الجنوب في اتجاه اليمن لمسافة 5 أميال كاملة، أي حوالي 8 كيلومترات، وهي مسافة كبيرة، مع أن المدينة في شمال مكة وليست في جنوبها، ولكن ذلك إمعانا في التمويه، لأن المشركين إذا افتقدوا الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك أنهم سيطلبونه في اتجاه المدينة وليس في اتجاه اليمن. أيضا كان عليه الصلاة والسلام مبتكرا، ابتعد عن المألوف، ابتعد عن نمط التفكير التقليدي. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام طريق ساحل البحر الأحمر، وهو طريق وعر غير مألوف، لا يعرفه كثير من الناس، وليس هو الطريق المعتاد للذهاب إلى المدينة، وذلك حتى يضمن الاختفاء عن أعين المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام حدد من يستشيره ومن يستفيد من خبرته، لأن الطريق غير معروف والضياع في الصحراء أمر خطير، فكان لابد أن يكون الدليل ماهرا في حرفته، أمينا على سره، وفي نفس الوقت لا يشك فيه المشركون. ولهذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أريقط وهو من المشركين، وهذا في منتهى الفطنة والذكاء، فالمشركون لن يشكوا مطلقا في أمره إذا رأوه سائرا خارج مكة. اختار أيضا النبي عليه الصلاة والسلام فريق عمله بدقة، فأعطى الإذن والأمر لعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين بنقل أخبار مكة وتحركات القريشيين وردود الأفعال لخروج النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعلم ماذا يعده أهل مكة. أيضا عامر بن فهيرة رضي الله عنه مولى الصديق كان يقوم بدور التغطية الآمنة، وذلك برعي الأغنام فوق آثار أقدام النبي عليه الصلاة والسلام حتى يضيع على المشركين فرصة تتبع الأقدام. أيضا ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا في خطته. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها كانت تأتي يعني بالطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا كان تخطيط النبي عليه الصلاة والسلام. لابد إذن أن نستفيد من هذه الهجرة المباركة، ثم ننزل كل هذه الأمور التي ذكرناها إذا أردنا أن نخطط لحياتنا، فهذا أمر مهم. من لم يخطط للنجاح وللتغيير الإيجابي سيخطط أكيدا للتغيير السلبي، فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نخطط لحياتنا تخطيطا مباركا نافعا بإذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جدد حياتك.